صنعاء تعلن مشاهد صادمة لأبناء الشعب اليمني تم توثيقها من صنعاء، والحوثي تتدخل لحسم الأمر بشكل نهائي. تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. كشفت فيديوهات لأداء القسم تقدمها مجموعة شركات هائل سعيد أنعم للتجار على أن لا يلتزم بأي قائمة أسعار يتم إنزالها إلى السوق من قبل الجهات المعنية بوزارة الصناعة والتجارة في صنعاء، وأن القائمة المعتمدة هي قائمتهم وأسعارهم فقط. جاء ذلك بعد أيام من قيام وزارة الصناعة والتجارة بإنزال قائمة سعرية للسلع الأساسية وألزمت بها جميع التجار، لكن مجموعة هائل سعيد أنعم التجارية رفضت الالتزام بها، وليس هذا فحسب، وإنما أجبرت الوكلاء والتجار الذين يشترون منها بأداء يمين مغلظة بأن يبيعوا بتسعيرتها الأعلى المخالفة لتسعيرة الوزارة. لهذا قامت وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء بإغلاق شركات أولاد هائل سعيد أنعم. وأكد مواطنون أن هذه الخطوة جاءت متأخرة من وزارة الصناعة تجاه مجموعة شركات هائل سعيد أنعم التي أصبحت مستغلة للوضع الإنساني في البلد، فيما بارك الكثير هذه الخطوة متمنين بأن تستمر هذه الإجراءات تجاه كل من تسول له نفسه بالتلاعب بظروف المعيشية. الجدير بالذكر أن مجموعة شركات هائل سعيد أنعم هي الوحيدة التي لم تتعرض لأي خسائر سواء في استيراد المشتقات النفطية أو استيراد المواد الخام، ويتم إدخال سفنهم بشكل مستمر وبشكل سلس دون تأخير أو غرامات كباقي الشركات.